يا حبايبي عاملين ايه؟ النهارده واحنا في الوكاله، بس احنا هننزل من مدخل ابو العيله زي ما انتم شايفين. الطريق اهو، الكوبري اهو، هنمشي كده هندخل كوبري 1500 اهو يا جماعه. احنا هننزل كده من جنبه لحد ما نوصل اهو زي ما انتم شايفين. اللي فوق ده كوبري 1500، بس انا جاي من عند الكورنيش. احنا في الشارع اهو، ورايا زكي السماه، بس حاسة ان الاسعار كلها عالية عن المرة اللي فاتت. يلا كده المحل ده عنده حاجات حلوة. اسمه ايه؟ مدينة المنورة. ومين اللي هيلبس فيكم؟ أنا بس خلاص بيها اتنقل عشان عشان ما تشدش كده شد. عشان بصراحه عنده موديلات حلوه قوي يا جماعه، وهي كلها ماركات اتش اند ام وماكس و20 زي ما انتم شايفين اهو. حلوه قوي، عنده بصراحه حاجات حلوه قوي. انا هقول لكم دلوقتي اسم المحل. تعالي اول، تعالي يا استاذ اول، مستغرب فين؟ كل الحاجة ماركات، بتبدأ من 150 و130 و140، في حاجات وحاجات يعني. ده ينفع مناسبة كده. اول ام بستبي قبل اتش اند ام وبريسكا وزارة، جماعة الماركات يلا بينا. بص يا جماعة عنده حاجات حلوة قوي بجد بصراحة. بصوا عنده حاجات حلوة قوي، مش طويلة قوي يعني وجديدة. لا اصلا الاسود دي حلوة. تعالي يا جماعة المركب من هنا يا عبد الله، تعالي يا جماعة المركب من هنا يا باشا. بصوا يا جماعة المركب من هنا يا عبد الله. في حاجات تنفع مناسبة للخروجات. اللي عايز يا جماعة المركب من هنا يا عبد الله. تعالى كله جديد اهو، تعالى كله جديد يا أستاذ. عنده تشكيلة حلوة جدا. ايه؟ اللي انت عايزها فين؟ ها؟ بص انت عايزها فين؟
ده في زي برضو كرهات زي كده نفس لونها. تعالي اول لمبه سيبي يا عبد هنا اول لمبه سيبي يا استاذه جماعه المركز. تعالي يا استاذه تعالي كده تعالي كده بص تعالي دي اوف شولدر دي اوف شولدر يا جماعه سمعتها صغيره تمام لا يا جماعه الماركات يا الله من هنا يا ابو كنت في الارض بس مش مسؤول عن اي شنطه انا مش مسؤول عن شنطه السنه انا غير مسؤول المحل غير مسؤول عن اي شنطه شخصيه الظهر مفتوح من ورا لذيذة قوي وانت عايز حد جوه بابا؟ حد جوه هنا؟ تعالي يا باشا ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ احنا النهارده الجوله اهي بتاعتنا زي ما انتم شايفين كان في محل هو المحل ده اسمه علي مبارك احنا دخلنا من فتحه ابو العيله عند زكي السماك الشارع بتاعه دوت بس هو المحل كان الصف التاني هو يعتبر برضو في اول الشارع مش جوه قوي يعني يعتبر مثلا سابع محل او حاجه عنده برندات وعنده حاجات حلوه وعنده حاجات بالتيكت زي ما انتم شايفين كده بس فاصل معاه هو بيفاصل بيقولك سعر بس هو في الاخر ما بتشتريش بنفس السعر ده فاصل معاه ونزلي قالك الحاجه ب150 قول لا ب90 لا ب70 لا ب60 كده لحد ما توصلي لحاجه معينه يعني لو الحاجه عجبكي وقيسي عنده كمان بروفا بتقيسي عادي
عنده براندات اتش اند ام ماكس، عنده ماركات كتير، 20 كلاتشر، عنده ايه تاني، عنده حاجات كتير قوي بصراحة، وعنده موديلات حلوة زي ما انتوا شفتوا في الفيديو ده. كمان الستاند واحد بس انا صورته، ما صورتش الباقي، وعنده بناطيل وعنده كل حاجة، حتى عنده اطفالي. بس هو اهم حاجة زي ما بقولك تفصلي. في بقى حاجة انا ملاحظاها، ان الستاندات اللي بره اللي هي كانت مكتوبة عليها 10 و25 و35 قلت، بقى اللي مكتوب بقى الاغلبية، كل الستاندات اللي بره في الشارع 50 45 60 75 100، يعني مزودين الاسعار جامد. والحاجة اللي هي الستاندات اللي عليها 10 و15 و25 والكلام ده، فيها حاجات مش يعني فيها حاجات مش كويسة. لو هتشتري بالمرة، في محلات بتبقى عرض حاجات اطفالي او حريمي او كده زي ما بقولك بالتيكت بتاعها وبراندات، بس بتبقى مغالية شوية، فبدل ما تجيبيها من دوري بره لو لقيتي بره. بس انا شايفة كل الستاندات اللي هي بتبقى عليها الاسعار القليلة معلهاش حاجة كويسة. الاسعار بقى اللي هي يعني الستاندات الغالية هي اللي بتلاقي فيها الحاجة. حتى 10 و25 و15 الكلام ده، وال35 بقت قليل جدا ما تشوفيها، يعني مبقتش تلاقيها كده الا على الحاجات التعبانه قوي يعني، الا لو قلبتي ولقيتي حاجه كويسه. انا جبت دوت من الحاجات اللي انا شفتها معاكم اهو. انا حتى قسته هناك ولقيته مقاسه كويس. هو الماركة بقول لكم كلاتشر دي، انا دخلت عليها، هي انجليزي، ماركة حلوة قوي يعني، براند محترم، بتأزياء كده جميل جدا، وبيعمل حاجات حلوة، حتى موديلاته كلها حلوة. وهو بصراحة الموديل حتى يعني بيتحدث عن نفسه اهو يا حبايبي، علقتهولكوا على شماعة عشان تشوفوه. اسفة، هو بس لونه كحلي فغامق، فانتوا مش شايفين قوي التفاصيل بتاعته يعني. في كشكشه من هنا كده، كشكشه من الناحيه التانية، وزراير وورا نفس النظام. حلو قوي في اللبس، عجبني. معلش اسف، انا بصراحه عجبني قوي عشان كده اشتريته. انا بتمنى تستمتعوا بالجولة التانية بتاعت الوكالة، وان شاء الله بإذن الله اوعدكم بجولات تانية كتير في اماكن تانية. السلام عليكم.